يا ابطال، اليوم راح اخبركم ثلاث شغلات كيف تبرز العروق بالعضلات. اول شغله اللي هي مثل ما بنحكي بالعاده التغذيه، نيوتريشن. اهم شيء 80% من هاي اللعبه هي عباره عن الاكل. لازم تنظف الدايت تبعك شو ما كان نوعه، سواء كان لو كارب او يعني كارب منخفض او بدون كارب او تتبع الكيتو دايت، شو ما كان نوعه مهم لازم تنظف هذا الاكل وتكب كل الجنك فود الموجود بالبراد عنكم، او اذا بدكم ابعتوا لي اياه. المهم اهم شيء اذا بدك لحتى تبرز العروق لازم تخفف الكارب. تعرف الكارب هو الدهون، يعني جسمك بخزن بهذا النوع من الدهون لحتى يحرقه لبعدين كطاقه، لانه الجسم بخاف اذا انت منعته من الكارب بصير بخزن هاي الدهون، او اذا انت اكلت كارب زياده وسكر زياده بصير بخزن هاي الدهون بجسم، فبالتالي مشان هيك ما بيطلع، ما بتشوف حتى لو كان جسمك عضل وكذا بس ما بيبين، ما في عروق، ما في هاي التفاصيل الحلوه، راح تقول كله بسبب الكارب. فخفف كارب، ممكن تتبع الكارب سايكل اللي هي انك تاكل لو كارب، يعني كارب منخفض اول يوم، ثاني يوم كارب عالي، بعدين تصوم، بعدين ترجع للكارب المنخفض، شو ما كان نوعه انت حر تختاره، او كيتو دايت نفس الشيء بدون كارب المره، بس تعتمد على الدهون بحرق الطاقه وبالبروتين. فمشان هيك هي اهم شيء اللي هي التغذيه. الشغله الثانيه التمرين، يعني ان شاء الله بدون تمرين كيف بدها تطلع العضلة حلوة؟ يعني إذا حتى لو خففت الدهون بس بدون عضلات ما حلو الجسم، راح يطلع مثل مجاعة، مثل ما كنا نشوف أطفال يا حرام بأفريقيا كيف كانوا بالمجاعة، بس عروق وعضم وعظم. فمشان هيك لازم تتعب تمرين أقل شيء 40 دقيقة باليوم لحتى تبلش العضلات تطلع، مع العروق تطلع عضل صافي مع الدايت نظامي. الشغلة الثالثة واللي هي الحرارة، الهيت. يعني جسمك لما بيكون بحرارة عالية تلاقي العروق لحالها طلعت عملت بومب. هدول كانوا الشغلات الثلاثة لحتى كيف تبرز العروق بالعضلات. أهم شيء التغذية مثل ما قلت لكم، خفضوا الكارب، بطاطا، نشويات، هالقصص هي، خففوا قد ما فيكم السكر نفس الشيء. اثنين، لازم تتمرنوا تمارين يعني وتكتروا وتتقلوا بالأوزان لحتى تلاقي العضلات بلشت تنمو تكبر وتصير أكبر. الشغلة الثالثة واللي هي الحرارة، يعني خلي دائما إذا بدك جسمك يكون دافي، إذا حابب تشوف العروق فيه كيف مفصلة مع العضلة، خلي دائما البس شيء دافي حتى لو كان بالصيف، بعدين طلع وشوف كيف رح يكون جسمك خارق. طيب يعني كل شيء ببلش، إذا أنت لازم تبلش من اليوم، ممكن كل شيء بالنسبة إلك تمام ما بدك تبلش، أنت ماشي على نظام عادي، بس شوف حالك لبعد 5 سنين، وين رح تصير بعد 5 سنين إذا أنت استمرت على هذا النظام، على هذا الطريق اللي أنت ماشي فيه. بس انا بتقول لك انه اذا انت بلشت اليوم بعد سنتين راح يكون كل شيء مختلف تماما عن السنتين الماضية اللي كنت عليهم. فمشان هيك بلش من اليوم، نظف الاكل وراح تشوفوا نتائج حلوه. اشوفكم على قريب. سلام.